السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لهذا اليوم كبة البرغل المقلية. طبعا هاي الوصفة جدا طيبة، أنصحكم تجربتها. مقادير هنا عندي ماخذة برغل أسمر، كيلو من البرغل الأسمر هذا. طبعا أنا هذا غاسلته وصفيت المي من عنده. يفضل هو البرغل الأسمر، إذا ما متوفر عندكم الأسمر ممكن تستخدمون البرغل الأبيض، بس هو الأفضل طبعا يكون الأسمر، ينطي نكهة وشكل أطيب. هنا أنا أخذ ربع كيلو من اللحم المثروم، يكون خالي الدسم، يعني ما بي ولا قطرة من الدهن أو الشحم. بهاي الصورة يعني يكون الثرم مالته كلش ناعم، كأنما يصير شلون عجينة. هذه أضيفها يعني هي والبرغل السوء، أخبطهن وراح هسه أشوفكم شلون راح أثرمهن. هنا أنا للحشوة أخذ عندي كيلو من اللحم المثروم. هنا أنا بصلاية واحدة أضيفها للبرغل. هنا أنا 3 بصلات مثرومة ناعم ويا الحشوة. وهنا راح أضيف ويا الحشو جوز، طبعا هذا الجوز أكون أني يعني ثرمته بالمثرامة، يكون بهذا الشكل، ما يعادل تقريبا 150 غرام، أقل الربع يعني. كلش طيب طبعا هذا، جربوه، كلش طيب يعني، يعطينك الكبة. هنا أنا راح أخذ خبزة واحدة، خبزة ونصف من الخبز العربي أو الخبز المتوفر عندكم، أي خبز متوفر عندكم. راح أقطعها بهذا الشكل وراح أثرمها ويا البرغل. هاي راح تنطيها تماسك أكثر يعني، حتى ما تنفتح عندكم، وبنفس الوقت راح تكون عندكم الكبة تكون يعني مقرمشة. بالنسبة للبهارات عندي هنا بهارات السبعة أو أي بهارات الكبة المتوفرة عندكم أيضا ممكن استخدامها. راح أخذ ملعقة كبيرة من الكمون المطحون، طبعا هاي هنا عندي ملعقة واحدة كبيرة، وملح تقريبا أخذ ملعقة كبيرة أو حسب الرغبة. وهنا عندي المي حسب الحاجة، شوفوا يعني أنا هسه عندي هذا غلاس واحد بس، هو أكيد راح أحتاج بعد أكثر يعني حسب حاجة البرغل إلها. هسه أول خطوة راح أسويها، راح اخذ البصل اللي هو 3 رؤوس كبار. اول شيء احمسهم على النار زين، ورا ما احمسهم اضيف لهم اللحم ونشوف البقية. بعد ما حمست البصل راح اضيف له البهارات واضيف اللحم واخليه يحمس لحد ما يعني ينطبق بشكل يعني تمام. أنا ما يستوي عند اللحم وينحمس يعني زين، راح أخذ البرغل هذا أضيف له تقريبا ملعقة كبيرة من الملح تحسب رغبتكم، بس هو يحتاج لملعقة واحدة. وأضيف للبصل، وهذا الخبز أيضا هم أضيفه. اخذ هسه عندي شويه شويه من عنده واسوي يعني اثرمه. هذا البي راح ادير له شويه شويه حسب الحاجه يعني. بهذا الشكل راح اضيف اللحم الها واثرمها مره ثانيه، بس قبل ما اضيف اللحم اضيف لها البهارات. عندي هنا اضيف لها ملعقه كبيره من الكمون، هاي وحده، واضيف لها هنا ملعقه كبيره من 7 بهارات او بهارات الكبه المتوفره عندكم. بس راح اخذ شويه شويه واضيف وياها اللحم يعني اثر ما سوى اثنيناتهم. طبعا انا انصحكم اكو مثرامة ثانية تعرفوها اكيد اللي نستخدمها للفلافل، ديتش افضل يعني بهاي الكبة، بس انا ما متوفرة عندي هاي الماكينة. اذا متوفرة عندكم طبعا بعد احسن من هاي، تكون يعني ثرمها يكون يعني اريح لكم يعني واسهل واسرع عندكم، تطلع نتيجة افضل هم. بس راح اضيف اللحم وياه. اللحم مثل ما قلت لكم يعني يكون كلش ممرود يعني حيل باعوا حيل مثروم زايد، حتى يعني تتجانس عندكم العجينة ويا اللحم وتكون يعني متماسكة أكثر. بعد ما كملت
عجل وفرمتها هي واللحم سوا، صارت عندي بهذا الشكل. بالنسبة لللحم هنا أنا عندي اللحم أني ورا ما بردته تماما طبعا، خليته مرة ثانية ثرمته بالمثرمة. طبعا هاي أحب أفيدكم بيها، ولا ما تكملون يعني طبخة ثرموها مرة ثانية حتى تصير عندكم بهذا الشكل، يعني كلها متساوية ويعني تكون حلوة ناعمة، يعني ما يصير قسم من عندها كبير وقسم من عندها ناعم، تكون كلها متساوية بيها. هسه راح أضيف هذا عندي الجوز، طبعا هذا الجوز أنا هم ثرمته بالمثرمة الكهربائية بهاي الصورة، يعني مو ثرم ناعم، شوية تقريبا وسط راح يكون، راح أضيفه ويا الحشوة. وهاي طبعا قلت لكم يعني ينطيها فد يعني نكهة وطعم كلش طيب. وإذا تحبون بعد تضيفون ياها الكشمش انتو هم براحتكم، أو اللوز بعد انتو يعني حسب رغبتكم. هنا أنا عندي بالبيت ما يحبون الكشمش، كان ضفت لها يعني صراحة وصير طيب، بس ما أعرف ما يحبوه. المهم يعني هي هاي تضيفون وياها الجوز صار يعني طعمها كلش كلش طيب، انصحكم تجربتها. طبعا هنا الحشوة تكون عندي ناشفة تماما ما بيها قطرة مي ومبردتها زين. اني هسه راح ابدي اقرصها واسوي الباقة. طبعا هنا الزيت لازم يكون كلش ساخن، ما يصير يعني شوي ببرودة حتى على مود ما تلزق عندكم او يعني راح تتكسر، فيكون الزيت يعني ساخن كلش. شوف النهاية، طبعا وصفة تستحق التجربة كلش كلش طيبة حبايبي، ارجو ان تجربوها، يعني تستحق التجربة والتعب. وبنفس الوقت حبيت ان ابين لكم هاي فكره عن يعني فطور اليوم، اذا حبيتوا مثلا تاخذون كفكره عنه يفيدكم مثلا يعني تحضير فطور الباكر او بعد اي يوم عندكم يعني تحبون تنفذون هيك فكره يعني تفيدكم. هاي سويت هنا عندي هاي الكبه هنا، وهنا عندي البيتزا لان هم بالبيت يعني كانوا يعني مشتهين البيتزا، فحبيت اسويها شكليا هذا الشكل. هنا بالجبن، هنا شكل خليته بالروبيان او سمك اي شيء يعني يعجبكم، سمك التونة بس ابني يحب الروبيان فخليته بيها. وهنا جبن يعني، وهنا بشاورما او القص، وهاي هنا عندي شوربة العدس، طبعا هاي شوربة رئيسية راح تكون بكل مائدة افطار. بنهاية الحلقة ارجو حبايبي ان تنور رضاكم واعجابكم هاي الوصفة، وارجو ان ما تنسون دعم قناتي باللايك ومشاركتكم مع الاصدقاء. استودعكم الله في امان الله. هي كملت.